في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها سيما ما تعلق بالجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، تمكنت عناصر أمن دائرة حاسي خليفة من توقيع شخص في العقد الرابع من العمر وبحوزته مبلغ مالي مزور يقدر ب 200 مليون سنتيم، كان بصدد طرحه للتداول بالسوق. العملية جاءت استغلالا لمعلومات مؤكدة تفيد عزم أحد الأشخاص بطرح مبلغ مالي مزور للتداول، وعليه تم وضع خطة عمل محكمة أسفرت عن توقيف المعني وبحوزته المبلغ المذكور. وبعد استصدار إذن بتفتيش مسكن المعني أين تم حجز العتاد المستعمل في عملية التزوير، بعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية اللازمة سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهة القضائية المختصة.